مبروك لخاوتنا وأهلنا في الصحراء الغربية هذا الانتصار القانوني الجديد. المحكمة العدل الأوروبية تقرر بأن الاتفاقيات اللي برمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب واستغلال الأراضي الصحراوية غير قانوني وغير صحيح وتلغي تلك الاتفاقيات. طبعا هذا الكلام يثلج صدور الأحرار جميعا ونزل بردا وسلاما على أهلنا في الصحراء الغربية لأنه فتح لهم بارقة أمل جديدة وانتصار جديد أمام العنجهية التي يمارسها الاستعمار المخزني في حق هذه الأرض. الاستعمار المخزني يستغل خيرات الصحراء الغربية بغير وجه حق ويحرم سكانها الأصليين من تلك الخيرات. أجدد مباركتي لأهلنا في الصحراء الغربية ولكن أدعوهم بالإضافة إلى ذلك إلى المزيد من النضالات على الميدان أو في المحافل الدولية. لا يجب أن يكتفي أهلنا الصحراويون بالنضال في أروقة الأمم المتحدة أو في الأروقة السياسية بشكل عام، ولكن أظن أنه آن الأوان إلى بذل المزيد من الجهد في الميادين. أنا سعيد جدا بالمناسبة وأهدي كل تبريكاتي وتهانية لكل إنسان صحراوي وإن شاء الله إلى انتصارات وتقدم آخر. نحن نثق الجزائر، نحن نثق بأن أصحاب الأرض الصحراويون هم الذين سوف ينتصرون في الأخير وكلمتهم هي العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. محكمة العدل الأوروبية حكمت بعدم جواز استمرارية اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية الشريفة. متحرقوا بجاز يعني، ايه المشكلة يعني؟ ما يروحوا في 60 داهية يعني. انا مش شايف الموضوع محتاج كل هذه البروباجندا يعني. عادي جدا، معروف ان الاتحاد الاوروبي له اتفاقيات شراكة كبيرة جدا مع المملكة المغربية الشريفة في كل القطاعات، قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وإلى آخره، ومنها بند اتفاقية الصيد. ايه المشكلة؟ دويلة الجزائر رفعت دعوة في الاتحاد الأوروبي باسم عصابة البوليزاريو الإرهابية ان المنطقة دي حواليها نزاع مفتعل طبعا، وان هم يعني متضررين من هذه الاتفاقية وهذا البند من الاتفاقية. فبعد مداولات تقريبا من 2019 حكمت المحكمة العدل الأوروبية بان الاتحاد الأوروبي يعني يلغي هذه الاتفاقية مع المغرب الشريف، والمعاملية فيها عجن، والمغرب الشريف اصلا كان عايز يلغي الاتفاقية دي من قبل كده. ايه الازمة يعني؟ انا مش شايف موضوع يعني. ده علاقته ايه بمغربية الصحراء؟ انا معرفش. طلع الاعلام الفاشل التافه الكاذب الزباله، الاعلام الكرغولي ده، اعلام دويله الجزائر والرقاصه الست بونيف، طلعت وعماله تبريكات الشعب الصحراوي، اخواننا الصحراويين، اخواننا ايه انت هبل يالا؟ انتوا هبل يعني؟ انتوا مش عايزين ليه تفهموا ان في فرق ما بين محكمه العدل الاوروبيه دي اللي مختصه بالاتحاد الاوروبي ولا تنفذ قراراتها إلا على الاتحاد الأوروبي، وبين محكمة العدل الدولية اللي بتنفذ قراراتها على الدول؟ يعني انتوا ليه مش فاهمين ده يعني؟ في فرق كبير جدا ما بين المحكمة الأوروبية، محكمة العدل الأوروبية، وبين محكمة العدل الدولية، فرق كبير جدا بين الاتنين. هم صوروا للشعب اللي دغدغوا نفوخه ده وكلوا عقله ان محكمة العدل الدولية اللي اقرت هذا
او حكمت بهذا الحكم او اقرت بهذا القرار، وده اعتراف من الاتحاد الاوروبي بمغربية الصحراء، وانه ما لا يدعموا الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة، وان الصحراء غربية ما هيش مغربية، وان ما عرفش ايه حواديت وافلام كلها كدب في كدب. ممكن سمعته الست عسلية بونيف وهي بتتكلم، البت فرحانة قوي، البت كان ابوها هيتجوز النهاردة فرحانة قوي، يعني ايه الهبل ده؟ ومصورين ان المملكة المغربية الشريفة هتموت من الجوع بسبب الغاء هذه الاتفاقية. ده بالعكس، ده الشعب المغربي هياكل سمك للصبح، هياكل حوت لما يشبع وبتراب الفلوس. ايه الهبل ده؟ يعني امتى هتحترموا عقول الناس؟ امتى هتدوهم المعلومة الصح؟ بس انتوا وانتوا خليتوا عندهم عقول، ده انتوا خربتوا عقولهم اصلا، ما بقاش عندهم عقول يفكروا بيها. لكن على اي الحالات لابد من توضيح. الوزير ناصر بوريتا وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة طلع وقال قرار المحكمة الاوروبية، محكمة العدل الاوروبية دي لا يعنينا في شيء، ده يسري على اعضاء الاتحاد الاوروبي. اعضاء الاتحاد الاوروبي اللي هم فرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا، يعني دول 80% من الاتحاد الاوروبي تعترف بمغربية الصحراء وتقر مقترح الحكم الذاتي المغربي في هذه الصحراء. يعني اذا هذا القرار، قرار المحكمة ده لا يلزم احد، وخصوصا المملكة المغربية الشريفة ما يلزم ايش في حاجة. ازاي ان الوزير بوريطة يقول هذا الكلام مع انه دي الحقيقة يا اخواني؟ هذا القرار لا يعني المغرب الشريف في شيء، هو كده كده المغرب الشريف عارف ان الاتفاقية دي هتنتهي، وبقول لكم حواليها لغط من 2019 يمكن المغرب الشريف اللي كان عايز يلغيها اصلا. فالمسألة تحصيل حاصل بالنسبة للمغرب، الموضوع تحصيل حاصل. الاخطر من كده ان وزير التجارة الاسباني خرج امبارح وقال احنا قرار المحكمة ده لن يمت لعلاقتنا مع المملكة المغربية الشريفة بصلة، احنا علاقتنا بيها قوية جدا، وده موضوع ما لا يعنينا في شيء، يعني علاقتنا ملاش ما. فالمسألة مش محتاجة هذا الحجم من الهبل، يعني اللي دويلة الجزائر ومصطفى بونيف الهبلة دي طالعين يحكوا فيه ويتكلموا، والقنوات الإعلامية الحكومية والخاصة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ صورونا المغرب انه هيموت من الجوع بسبب الغاء هذه الاتفاقية. طب انا عايز اقول لكم حاجة، اعرفوا بقى ان المغرب الشريف عمره ما بيضع البيض في سلة واحدة، استحال، عمل اتفاقيات شراكة في عمليات الصيد البحري مع الصين واليابان، يعني شالوا قلضه جابوا شاهين، يعني ده مشي ده جه عادي جدا وبشروط المملكة المغربية الشريفة. والاهم من هذا ان دول الاتحاد الاوروبي هترجع تبوس اقدام المغرب تاني، لان معروف وجهة المغرب الصناعية والتجارية والاقتصادية في المرحلة اللي جاي، معروف رايحة فين. الاتحاد الاوروبي هو اللي محتاج المغرب الشريف في المرحلة اللي جاية اقتصاديا. فالمسألة مش محتاجة هذا الجدل، يعني مصور لنا ان المغرب هيموت من الجوع، بتضحكوا على نفسكوا وبتضحكوا على شعبكوا وبتضحكوا على المواطن، وصحراء ايه؟ ومحسسنا ان انتوا كأن يعني ايه المغرب ساب الصحراء المغربية كده واديها لكم، يعني ايه ده؟ ايه ده؟ انا هقولها لكم وهفضل اقولها، الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها، رغم كيد كل كائد وحقد كل حاقد، ورغم انف الكراغلة اللقطاء احفاد فرنسا وتركيا. والاخطر من كده ان العصابة البلوزاريو ابراهيم شنبولة الحرامي والبقر اللي معاه، ولا دويلة الجزائر البائسة الجائعة دي هتطول شبر واحد على المحيط الاطلسي. وخلص الكلام. هتقولوا لي بقى اتحاد اوروبي، اتفاقية صيد بحري، ما اتفاقياتش، اتحاد اوروبي غير اتحاد اوروبي، اتحاد عالمي غير الاتحاد العالمي، الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه، وبطلوا هبل بقى وهبد، ولن يتأثر المغرب في شيء، وقرار محكمة
العدل الاوروبيه لا يعني المملكه المغربيه في شيء فعلا، ولا يعني لا يستطيع الاتحاد الاوروبي ان يملي اي شروط على المملكه المغربيه الشريفه، لانها دوله ذات سياده، ذات صاحبه قرار، صاحبه نفوذ في حدودها، تستطيع ان تقول لا لمن رغبت وتستطيع ان تقول نعم لمن رغبت، على العكس من دولة الجزائر البائسة ووالدتها يعني عصابة البولوزاريو، فرنسا اللي بتديكوا على قفاكوا. وما تنسوش ان فرنسا معترفة بمغربية الصحراء وهتستثمر في الصحراء المغربية والموضوع منتهي. فتطلع ام منيف بقى، تطلع ام 44 وتقول القنصليات في الصحراء اعتراف عدم اعتراف بمغربية الصحراء، المغرب المحتل للصحراء. اسيبكم من الهبل ده بقى، واسيبكم من الكلام الفارغ اللي لا هيقدم ولا هيأخر، الموضوع منتهي. اتفاقية صدق ايه يا عم؟ هتقولنا السمك احنا ناكله، احنا المغاربة ياكلوه يا عم، المغاربة اولى بسمكهم. انما انتوا هتقعدوا تهبلوا، وزي ما قلتلكوا المغرب اذكى سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا من الهبل اللي انتوا بتعملوه ده. المغرب مرتب اوراقه كويس جدا، ولا جلالة الملك محمد السادس بيلعب، ولا وزارة الخارجية بتلعب، ولا وزارة الصيد بتلعب، ولا الزراعة بتلعب، ولا التجارة بتلعب، ولا اي فئة من الفئات بتلعب. كل واحد عارف دوره، مش زيكو اللي بيصحى بدري بيسوق الليلة وبياخد قرار. بطلوا هبل بقى، جاك كل قرف قرفتونا، اتنقلوا على عينكو بقى. اتحاد اوروبي ايه ومحكمة عدل اوروبية ايه؟ افهموا افهموا افهموا، دي بتاع الاتحاد الاوروبي بس، والمغرب لا يخضع للاتحاد الاوروبي في شيء، بالعكس ده بيدوم بالجزم. واظن انت شفتوا ماكرون عمل ايه ورايح يبوس ايد الملك محمد السادس ازاي. فارحمونا بقى واتنالوا على عينكم، جابكم نيل عليكم وعلى ايامكم، ده انتوا مقرفين قرف اعوذ بالله. ربنا ياخدكم ويريحنا من خلاقكم ويحرقكم بغازكم. يلا، تحياتي واحتراماتي للجميع، طبتم اينما كنتم وطابت اوقاتكم. عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش ابدا من عادهما ولا خانهما. وهفضل اقول الصحراء مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ولا عزاء للحاقدين والكارهين احفاد فرنسا وتركيا، ولا حتى للاتحاد الاوروبي. بلا اتحاد اوروبي بلا اتحاد بتاعي، جاتهم نيله كلهم. تحياتي واحتراماتي، والمغرب في صحراء والصحراء في مغربه، وخلص الكلام. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.